قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي إن تحديث بيانات البطاقات التموينية ل 19 مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة، ويأتي ذلك بهدف تدقيق بيانات الرقم القومي حتى 30 من يونيو من 2017. وشدد الوزير على أن صرف السلع التموينية ومنحة شهر رمضان التي أقرتها الحكومة بقيمة 1 مليار جنيه إضافية سيستفيد منها جميع المقيدين على البطاقات التموينية دون استثناء، ولا علاقة لها باستمرار إجراءات تحديث البيانات.